السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في القناة، الإعجاب بالفيديو، تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وكل اللي احنا بنطلبه من حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة وقناة مصنع ستايل فاشن والمهندس أحمد شمس الدين. يحييكم إخواتي وأخواتي، أبنائي وبناتي. كل اللي احنا بنطلبه من حضراتكم الدعم، الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، الاعجاب بالفيديو اصلا شرط اساسي احنا بنكون من حضراتكم على اساس نقدر نوصله لاكبر عدد واكبر حد يقدر يستفيد منه، اذا كنا احنا اصلا بنبتغي وجه الله عز وجل في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. استكمالا للجاكيت دوت يعتبر الفيديو رقم 4، يعتبر الفيديو رقم 4 للايه، للجاكيت. هنبدا نعمل ايه؟ البطانه. انتوا عارفين ان احنا كنا قصينا الظهر، كنا قصينا الظهر وقصينا له البطانه بتاعته ومظبطينه. واحنا كنا ظبطنا الصدر نفسه، ماشي، ظبطنا الصدر نفسه، وهنعمل فيه قصه البرنسيس بالتقسيمه بتاعتها بالبنسه اللي هنا عشان نبدا نحدد الجيوب. انا دلوقتي قاصص حته كده صغيره من الستان، لابد ان انا هوصلها في انا ممكن ايه اعمل واظبط وكل حاجه، لكن انا بحط نفسي مكان حضراتكم على اساس ان انا امشي معاكم خطوه خطوه. اعتبر ان انا واحد مش محترف خالص في المهنه دي. فانا هقول قصيت ايه، حتتين الستان دول على قد الصدرين، حتتين الستان دول على قد الصدرين بالظبط، تمام. القصه لاحظوا معايا ان هو واخد القصه نفسها، واخده نفس حرده ايه، المصره الداخليه. وهاجي اروح موصل الاول الستان دوت على المكنه واظبطه كده بالمكوه، وبعد كده ايه ابدا. انا زي ما قلت لحضراتكم ان القص كل التقسيمات اللي موجوده في الجاكيت هتكون موجوده فين؟ في البطانه. كل التقسيمات اللي موجوده في البطانه، اللي موجوده في الجاكيت، كلها هتكون موجوده في البطانه. طب واحد يقول لي ان البطانه لازم اكون ايه، اوسع شويه عشان تاخد وتدي معايا. قلت لحضراتكم ان الوسع دوت انا واخده منين؟ من نص الظهر. يعني ادي الظهر اهو، لو شيلنا احنا ده كده، ادي ايه الظهر معايا اهو متظبط. ده زي قصه الظهر بالظبط بتقسيماته بقصه البرنسيس بتاعته. طب فين بقى الوسع اللي معايا؟ الوسع معايا في الكسره اللي انا سايبها في الظهر اهي. هي دي اللي هتديني ايه؟ الوسع اللي انا ايه اقدر اتحرك منه. متثبته من فوق ومتثبته من تحت، والوسع دوت هو اللي هياخد ويدي معايا ايه في الشكل. ده بس ايه الظهر اللي احنا ايه ورناه. يبقى انا اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هقعد على المكنه وهرجع اروح مظبط الكلام ده اهو. مظبط ايه، مركب ايه الستان دوت في المصره دي، المصره بتاعت الشمال والمصره بتاعت اليمين. وهاجي عند منطقه الصدر كده بالظبط اللي هو في حدود 35 سم من فوق، هاجي اروح مدي بنسه صغيره هنا في قلب البطانه. ليه؟ لان البنسه ديت هي اللي هتديني ايه وسع الصدر من هنا، ديت اللي تاخد معايا وتاخد، يبقى تاخد وتدي عشان تديني وسع ايه بروز الصدر هنا. يبقى انا هنا هو في الظهر الجزء الكسره اللي انا سايبها ديت مديالي وسع ايه في الجاكيت، لكن تقسيمه الصدر والبروز بتاع الصدر ديت الكسره دي اللي هي ايه هتديها لي، ماشي. فاجي انا اروح جايب الصدر الثاني اهو، ماشي، وعشان اعمل ايه اخد مقاس 35 سم من فوق، ولازم الكسره تكون موجوده في الاثنين بنفس المستوى. هاجي اخد كده 35 سم فوق اللي هو ايه سقوط الطبيعي لمنطقه الصدر مثلا، واروح مدي ايه فورت بس صغير كده عشان ايه اعرف ان هنا في كسره انا هعملها، كسره ايه سم بالظبط، تمام. وبعد ما وانا هركب الكلام ده، وانا بركب ما بشدش البطانه. اعتبر ان انا بخلي البطانه فين؟ على المشط بتاع المكنة، بخلي البطانة على المشط بتاع المكنة عشان المشط يلم منها سن، لأن لو البطانة على قد الجسم بالظبط هتشد،
تاني. البطانه لو على قد الجسم بالظبط ايه هتشد، لازم يبقى فيها نسبه تشريد. احنا لما بنيجي نركب الكم بنخلي الكم هو اللي على الايه، على المشط بتاع المكنه، والدواسه ماشيه من فوق. كذلك هنا الدواسه هتبقى ماشيه على الجاكيت نفسه، اما الستان نفسه يبقى على المشط عشان يلم سنه او يشرب سنه مني، على اساس ايه ياخد ويدي مع الجاكيت نفسه. نفهم الكلام ده كويس تمام. يبقى انا وتلاحظوا ان انا سايب زياده ايه، ادي سايب زياده اهو في الطول بتاع من الناحيه دي، وسايب زياده من الطول من الناحيه دي، على اساس ان هو دوت اللي هيلم ايه معايا. تمام كده ماشي. هنبدا بقى نقعد على المكنه وايه ونشوف إيه الكلام ده. طيب انا دلوقتي هركب بقى البطانه زي ما قلنا، ادي الجسم اهو، الصدر هاجي ابقى عارف فين فوق وفين تحت في الجزء اللي انا هعمله اهو تمام. وزي ما قلت ان انا هخلي الستان فين، على المشط بتاع المكنه، واركبه فين في المصره بتاعتي، واخد نفس الكيرف اللي ايه في المصره، مصره مستقيمه يبقى هيمشي الكيرف ده. قبل ما انسى، في ساعات بتبقى في حليه محطوطه ما بين الستان وما بين الجسم نفسه، بتدي شكل شيك كده، بتدي شكل شيك. هحطها، هجيبها وهحطها واوريها لحضراتكم بيبقى شكلها ايه بعد كده. اللي انا اقصده زي ما بقول لحضراتكم، في اصلا هيبقى في شريط بس كده نص سنتي ما بين البطانه وما بين الجسم بس، بيديني شكل اهو. فانا اكسره اهو، يعني اقصه كده، في نسبه ورب بسيطه، في نسبة ايه ورب بسيطة، اكسره بس الأول وبحدد القيمة اللي أنا عايزها. هوريكم شكلها، هي بتدي شكل بصراحة في ما بين البطانة نفسها والجسم أهو. هو دوت أهو العرض بتاعه قد إيه معايا؟ 2 سم ونص. أنا بكسره بس بالمكنة، وهاجي اركبه فين؟ اركبه على المصره نفسها اهي كده اهو. القيمه ديت هي اللي انا ايه محدده بالخيطه ديت، هي اللي انا هسيبها ايه دي عندي. هاجي اروح جاي مركبه كده على اساس ايه، لما اقلب لما اركب البطانه بتاعتي يبقى هو ما بين البطانه وما بين ايه؟ ما بين الجسم نفسه. هو على فكره يعني هو ملوش فايده او حاجه، هو بس بيديني شكل، لكن ليه اهميه معينه؟ لا لا لا، ملوش اي اهميه، هو بيديني شكل بس ايه، فرق ما بين الاثنين. وهوري لحضراتكم انا بركبه ايه على المصره هو الاول، لان اصلا ايه هو ده المكان اللي هتركب فيه ايه البطانه معايا اهو. وانا محدد العرض بتاعه بايه؟ بالقيمه، بالخط اللي انا ايه عملته عشان اقفل ايه، اخليه مجوز، اخليه مجوز. خلي بالي ولا هو يلم ولا يخلي اللي تحته ايه يلم. اهم حاجه ان مفيش حاجه تعبعب معايا. العبعبه ديت هتبقى نتيجه ايه؟ نتيجه ان حاجه لمت معايا في الايه، في الشغل نفسه. ده البرواز اللي انا ركبته هيبقى كده. هاجي بقى اروح جاي بقى حاطط الجسم نفسه اهو اللي انا هشغله. انا بس حبيت ايه اوري لحضراتكم الحليه اللي هتركب ديت، اللي هي ما بين الجسم وايه وما بين المصره نفسها. بس طبعا انا دلوقتي ااكد اتجاه الستان صح، هل يا ترى ان هو كده ولا كده؟ ها تعال نشوف، لازم ده يخدم مع ده كده. لا مش مخدم خالص، عشان ما اجيبش اللي فوق تحت واللي تحت فوق، لازم دوت يبقى مخدم مع ده اهو كده، واخد نفس الكيرف اللي موجود فين؟ اللي موجود في المصره نفسها. تمام. زي ما قلت احنا هنخلي الستان فين؟ على المشط تحت عشان يشرب معايا حاجه بسيطه، وهمشي على نفس الخط اللي انا عملت ايه؟ الحليه بتاعتي، الحليه بتاعتي اللي هي ما بين ايه تاني؟ عشان بس ناكد مع بعض، اللي هي ما بين المصره والايه؟ والبطانه نفسها. ادي البطانه، ما شدش البطانه لان شايف البطانه فيها ايه؟ ليكرا. لا انا اخلي البطانه براحتها اهي. اخليها
تخلي البطانة براحتها خالص. ما بجريش بالمكنة. الفرت دوت اللي انا هعمل عنده ايه؟ هعمل عنده كسرة اللي هي بتديني ايه؟ البروز بتاع منطقة السلك. كسرة صغيرة سنتي واحد اهي. اتجاهها فوق اتجاهها تحت ما تفرقش معايا. وان كانت احبذ ان يكون اتجاهها فين؟ لفوق. في نفس التوقيت دوت المفروض ان انا هركب فيزلين وشين، بس مش هركبه دلوقتي لما نشوف. هركب فيزلين وشين على الوش ده كده، عشان هو اللي هيلزق في قلب الجسم، هو اللي هيلزق المصره دي في قلب ايه؟ في قلب الجسم. كده انا عملت واحده. شايف انت تلاحظ بقى ايه؟ او تلاحظ ايه؟ ان هي مشربه بسيط، مشربه اهي. فهاجي اعمل كده، شايف بقى الفرق اللي انا ايه؟ الشريط اللي احنا حطيناه اللي هو الاسود دوت، اللي هو ما بين البطانه وبين ايه؟ الجسم نفسه اهو. بيديني بس ايه؟ شكل كده، يبقى شكل جمالي حتى من جوه اهو. يعني هو يبقى كده بالظبط. كده انا عملت الجنب ده، هعمل الجنب التاني زيه بالظبط. ماشي؟ عشان نقوم نقف على البنك وايه؟ ونبدا نقسم القصات بتاعتي. طيب بعد اذن حضراتكم احنا هنقف لغايه هنا، على اساس ان الفيديو ما يطولش معانا، ويبقى واقفين عند جزئيه معينه مخلصين فيها جزء خاص بذاته، على اساس ان احنا يبقى كده ان شاء الله رب العالمين نلتقي في الفيديو اللي جاي ونكمل عليه. وللعلم بس انا بحب انوه لحضراتكم عشان ما يبقاش فيه نوع من الخداع او حاجة، ان الفيديوهات ديت او الفيديو دوت، الفيديوهات اللي انا بقسمها دي كده بتبقى فيديوهات اصلا قديمة وكانت في القناة، والناس بتجيني عليها اسئلة كتيرة جدا جدا، في حين ان الامر موجود على القناة. فبالتالي عشان ابذل جهد واعمل فيديو جديد تمام دوت بيستغرق وقت وبياخد ايه مننا كتير. فاحنا يعني يا ريت ان احنا لو انتوا حضراتكم بتتعبوا نفسكم وتخشوا على الفيديو، احنا انا مش هعمل كده تمام، وهشوف حاجه جديده. لكن بالفعل اقسم بجلال الله العلي العظيم ما بيعدي ساعه الا وبتيجي اسئله على الفيديوهات القديمه كلها تمام، فبضطر ان انا ارجع للفيديو ماشي وابدا. يعني قبل كده كنت بعمله مثلا الفيديو كامل على بعضه تمام، لا بدأت أقسمه وأخد منه أجزاء معينة. فأرجو أن أنتم ما تنسوناش من صالح الدعاء، الدعاء بظهر الغيب، الإعجاب بالفيديو شرط أساسي مطلوب من حضراتكم، الاشتراك في القناة وتزويد الاشتراكات وجزاكم الله خيرا على ذلك. زي ما قلت الإعجاب بالفيديو، زي ما قلت الاشتراك في الصفحات اللي هي في على الفيس، والاشتراك في القناة البديلة الدال على الخير كفاعلي، ده الأصل الأصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.